امبارحة كانت الأجواء نارية بالأردن احتفالا بحفل خطوبة أحمد أبو الرب وصبا من بعد ما أعلنوا عن علاقة حبهم بفيديو على قناة أحمد على يوتيوب، واللي صار محقق ما يقارب 8 مليون مشاهدة لحد الآن. فالجمهور كان على اطلاع على كل تفاصيل الحفل والأجواء من خلال ستوريهات اليوتيوبرز اللي كانوا حاضرين بالحفل. فشفنا إطلالات متميزة لليوتيوبرز خلال هذا الحفل، فكل منهم أبدع على طريقته الخاصة، فمن بينهم كانت رزان وسارة ورغدة، لما وناجي، أسامة مروة، غيث مروان، عبو جعبري، كندي وصقر، وأحمد النشيط، وغيرهم كتار. فانتقل البعض من دبي للأردن خصيصا لحضور حفل الخطوبة. وما ننسى أكيد إطلالة أحمد وصبا، فاعتمد أحمد على هالبدلة باللون الأسود، أما صبا فاعتمدت على إطلالتين مختلفتين، الأولى فستان لونه أحمر والثانية فستان أزرق. فافتتح الحفل بدخول مفاجئ لأحمد وصبا على موسيقى رومانسية، وباشروا بالرقص مع بعض في منتصف الصالة وصف هتافات الحضور. وأكيد شفنا أغاني حماسية خلت كل الحضور يرقصوا مع العرسان، من بينهم الدبكة واللي اشتهر فيها أسامة مروة، فشفنا كمان جودي سكيت اللي رقص عليها لأول مرة. أما رضا الوهابي ففاجأ الجميع بحضوره للحفل من بعد ما شارك ستوريهات صرح فيها أن طائرته ألغيت من دبي للأردن، فمن بعد ما نزل من الطائرة التحق بالحفل دغري. أما أنس الشايب وبيسان إسماعيل فما قدروا يحضروا الحفلة بسبب مشاكل واجهتهم بالمطار فألغيت سفرتهم. فتوجه لهم أحمد أبو الرب برسالة وكتب: حاب أشكر إخواني أنس وبيسان برهم والحناوي أنهم حاولوا الحضور، وآسف أنكم تغلبتوا عشان حفلتي، وإن شاء الله بس أشوفكم بنحتفل لحالنا. وبالحديث عن الحناوي، فانتشرت أخبار أنه متواجد حاليا بالسجن بسبب محاولته للدخول للأردن، والأسباب غامضة جدا لحد الآن. فنشر هذا التعليق على حسابه على سناب شات واختفى من بعدها نهائيا. وبالأخير شكر أحمد أبو الرب كل الحضور اللي شاركوه هالفرحة، واعتذر من الناس اللي ما قدر يعزمهم، وأعطاهم موعد ليوم عرسه. ألف مبروك لأحمد وصبا، عقبال العرس يا رب.